السلام عليكم شباب، معاكم MD، واليوم متوهقين مع كويست اسمه Meet the People of the Bazaar. طبعا هذا الكويست الرئيسي The Only Way Out، واحنا يعني ما يخبرنا شو نسوي وشو ما نسوي، ولازم الكويست مكانه في البازار نفسه. الحل ان لازم نخلص مهمتين جانبيتين، يعني مو لازم تروح تكلم مع ناس وتدور وتكلم، اهم شيء تدور شخصين عندهم كويست عليهم علامة تعجب، روح هناك وخذ الكوست وسوي هالكوست المهمات الجانبية، يعني خلص مهمتين جانبيتين وبعدين تقدر تكمل المهمة الرئيسية. فحين رحنا هناك خلصنا المهمتين، الحين بروح بسلم المهمة الثانية وبتشوفون على طول بتحول وأقدر أخلص المهمة الرئيسية. حتى الحين يعني وردي يعني تقريبا خلص وأنا أقدر أروح أكمل المهمة الرئيسية، بس خلني أكمل المهمة الجانبية هذه وبتشوفون أني أنا أقدر أخلص المهمة الرئيسية. وهذو خلصت المهمة الجانبية، بتشوفون على طول الحين أقدر أكمل المهمة الرئيسية. فإذا توهقتوا خلصوا المهمات الجانبية اللي موجودة فيني في السوق هذا في البازار، وتقدرون تكملون بعدين المهمة الرئيسية. وهذا هو، يعطيكم العافية شباب.